توافد الشباب وتوافد المتطوعون إلى مسجد الشيخ بالكبير ببلدية النعامة ولاية النعامة، وذلك في إطار التحضير لفتح المساجد تدريجيا. يعني الشباب أقبلوا وكلهم شغف وكلهم حب، يريدون أن ينظفوا المسجد، لأنه كما تعلمون أن الإجراءات التي ستتخذ هي إجراءات يعني فيها قيود وتكون صارمة. يعني ارتأى الجمعية مع المتطوعين مع أئمة المسجد أن نقوم بعملية تطهير وتعقيم المسجد كليا، وان شاء الله غادي لما تفتح الناس تبدي تأدي الصلاة تاعها، عندنا عمل يومي تقريبا اننا ننظفوا اننا نعقموا، حتى المصلين لازم يحترموا التدابير الوقائيه. بهذه المناسبه نشكر رئيس الجمهوريه على قراره في فتح المساجد، والرساله التي نوجهها لاخواننا المصلين وهي اخذ التدابير الاحتياطيه للوقايه من هذا الوباء. نسال الله ان يرفع عنا الوباء.